فبمقر وزارة شؤون الخارجية باشر أحمد عطاف مهامه وزير دولة وزيرا لشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. كما أشرف أحمد عطاف على مراسم تنصيب كل من سفيان شايب كاتب دولة لدى وزير شؤون الخارجية مكلفا بالجالية الوطنية بالخارج، وسلمى بخت منصوري كاتبة دولة لدى وزير شؤون الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية. مراسم التنصيب جرت بحضور إطارات الوزارة. أسمى عبارات الشكر والتقدير والعرفان أتوجه بها بكل امتنان وإخلاص ووفاء لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على تجديد ثقته الغالية في شخصي لمواصلة السهر على شؤون الدبلوماسية الجزائرية على ضوء قيادته المتبصرة للسياسة الخارجية لبلادنا. وما يزيد من قدر امتناني وعرفاني للسيد رئيس الجمهورية هو الشرف الذي منحني إياه بترقيتي لرتبة وزير دولة، وهو التشريف الذي اعتز به وأعتبره أمانة غالية تستوجب الوفاء بها على أمثل وجه ممكن. أشكر السيد رئيس الجمهورية وأثني أيما ثناء على قراره الرامي لتدعيم وزارة الشؤون الخارجية بتعيين كاتبين للدولة. في ظل التحولات العميقة التي تشهدها القارة الإفريقية خاصة منطقة الساحل، أصبحت ضرورة تعزيز التضامن والتكامل القاري أكثر إلحاحا مع التحديات الراهنة، قصد تعزيز العمل الإفريقي المشترك وتمكين دول القارة من الدفاع عن مصالحها وقضاياها العادلة في المحافل الدولية وبصوت واحد. إنني على دراية تامة بحجم المسؤولية وأهميتها في مسار مواصلة الورشات العديدة والشاملة التي فتحت بقرارات سامية من السيد رئيس الجمهورية لفائدة أعضاء الجالية الوطنية بالخارج، وذلك في إطار نظرة استراتيجية وطموحة من حيث أهدافها ومقاصدها، وملموسة كذلك من حيث المكتسبات الجوهرية التي استفاد منها مواطنون في ديار المهجر خلال السنوات الأخيرة،